والدقة والضبط في القياس. سنستخدم تجربتين، ثلاث تجارب من خلالها نفهم معنى الدقة في القياس والضبط في القياس. لدينا لوحة رمي سهام، سنرمي عليها أربع سهام ونشاهد أين تلتقي هذه السهام الأربعة. نلاحظ في هذه التجربة أن السهام الأربعة التقت جميعها في نقطة الوسط، لذلك نقول الرمية دقيقة ومضبوطة. ننتقل للشريحة التالية، نأخذ نفس اللوحة ونرمي أربع سهام أخرى ونراقب أين تلتقي السهام الأربعة. نلاحظ أن السهام الأربعة التقت في نقطة واحدة ولكن ليست هي نقطة الوسط، لذلك نقول أن الرمية هنا مضبوطة فقط. نستخدم نفس اللوحة ونفس الأربع الأسهم أو السهام. نلاحظ أن السهام الأربعة توزعت في أماكن مختلفة، ثلاثة منها في الدائرة رقم ثلاثة ولكن على أبعاد مختلفة من المركز، والرابع منها في الدائرة الثانية، فلذلك نقول أن الضربات هنا غير دقيقة وغير مضبوطة. نأتي إلى التعريف اللفظي لكل من الدقة في القياس والضبط في القياس. الدقة في القياس هي عبارة عن، لنأخذ قلم أحمر، هي عبارة عن مدى قرب القيمة المقيسة، القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية. القيمة المقاسة هي القيمة التي يقيسها الطالب في المختبر، والقيمة الحقيقية هي القيمة التي يعطيه إياها المعلم ليقارن قياسه بها. كلما كانت مجموعة القياسات التي يقوم بها الطالب قريبة من القيمة الحقيقية التي يعطيه إياها المعلم يكون قياسات الطالب دقيقة. ننتقل لتعريف الضبط في القياس. الضبط في القياس هو درجة توافق القياسات المختلفة لكمية معينة. تكون القياسات مضبوطة إذا تطابقت فيما بينها، يعني قياسات الطالب ممكن تكون متطابقة فيما بينها لكنها بعيدة عن القيمة الحقيقية. في هذه الحالة نقول أن القياسات مضبوطة. لكي يفهم الطالب كل من الدقة في القياس والضبط في القياس علينا شرح المثال التالي، وعلى الطالب الانتباه إلى النقاط الأساسية التي نعتمدها في التمييز بين الدقة والضبط وكلاهما. قاس ثلاث متعلمين كثافة قطعة من الرصاص ثلاث مرات، لاحظ التكرار ثلاث مرات، فإذا علمت أن كثافة الرصاص تساوي 11.34 جرام لكل سنتيمتر مكعب، إذن هذه القيمة الحقيقية التي يعطيها المعلم لطلابه في المختبر. فأي النتائج كانت دقيقة في نهاية التجربة على المعلم أن يتحقق من من الطلاب نتائجه دقيقة، ومن من الطلاب نتائجه مضبوطة، ومن من الطلاب نتائجه ليست دقيقة وليست مضبوطة. المتعلمين هما عدنان وأحمد وراشد، وكل منهما قام بقياس كثافة الرصاص ثلاث مرات. قبل أن نبدأ بمناقشة نتائج كل من المتعلمين، نعود إلى القيمة الحقيقية التي أعطاها المعلم لطلابه. نلاحظ أن كثافة الرصاص 11.34، هل العدد هذا يحوي على ثلاث أرقام مؤكدة، اللي هي 11.3 أرقام مؤكدة والأربعة رقم تقديري، فعلى الطالب الانتباه إلى الأرقام المؤكدة في القيمة الحقيقية التي يعطي إياها المعلم. عندما يقارن المعلم نتائج عدنان أو أحمد أو راشد مع القيمة الحقيقية، يجب الانتباه إلى الأرقام المؤكدة. نأتي إلى القياس الأول الذي قام به عدنان. القياس الأول 11.33. 11.3 هي أرقام مؤكدة والثلاثة هذه تقديرية. القياس الثاني 11.3 مؤكدة والخمسة هذه تقديرية. القياس الثالث 11.3 مؤكدة واثنين هذه تقديرية. عندما نقارن قياسات عدنان مع القيمة الحقيقية نلاحظ أن قياسات عدنان دقيقة ومضبوطة، لأن القيم المؤكدة مع القيمة المقيسة قياسات عدنان تقابلوا مع بعض البعض. يعني اختلاف قياسات عدنان مع القيمة المقيسة
مع القيمة الحقيقية، كان فقط في التقديرية. ننتقل إلى مناقشة نتائج أحمد. أحمد قياسه الأول كان 11.43، ال 11.4 مؤكد و3 تقديري عفوا. القياس الثاني لأحمد عبارة عن 11.44، 11.4 قيم مؤكدة، الأربعة هذه تقديرية. القياس الثالث لأحمد 11.42، 11.4 قيم مؤكدة، الاثنين هذه تقديرية. إذا قارنا القياسات الثلاثة لأحمد نلاحظها متقاربة من بعض البعض، لكنها بعيدة عن القيمة المقيسة اللي هي 11.34. لذلك نقول أن قياسات أحمد مضبوطة فقط وليست دقيقة. ننتقل لقياسات راشد. القياس الأول لراشد 11.55، بنلاحظ 11.5 هي الأرقام المؤكدة والخمسة هذه تقديرية. القياس الثاني لراشد 11.34، 11.3 مؤكدة والأربعة هذه تقديرية. بنلاحظ القياس الثالث لراشد 11.04، 11.0 هي مؤكدة والأربعة هذه تقديرية. إذا قرنا في قياسات راشد مع بعض البعض بنلاحظها مختلفة، وإذا قارناها مع القيمة الحقيقية اللي أعطاها المعلم في البداية بنلاحظها مختلفة. لذلك نقول أن قياسات راشد غير دقيقة وغير مضبوطة. أثناء القياس برافق القياس في المختبرات أخطاء. الأخطاء تنقسم لقسمين، القسم الأول بنسميه خطأ بشري والقسم الثاني بنسميه خطأ أداة القياس. الخطأ البشري ينقسم لثلاث أقسام. القسم الأول هو خطأ في قراءة أداة القياس، يعني ممكن يكون الرقم 24.5 الطالب ياخده 24، ممكن يكون 25.2 الطالب ياخده 25، إذن هذا خطأ في قراءة أداة القياس. الخطأ الثاني خطأ في طريقة القياس، يعني ما عرف الطالب يستخدم المسطرة بشكل صحيح أو الميزان بشكل صحيح أو الساعة الزمنية بشكل صحيح. خطأ في تسجيل النتائج، كيف بيتم الخطأ في تسجيل النتائج؟ ممكن أنت تأخذ الرقم 24.8 تكتبه 42.8، بيكون أنت بهالعملية ارتكبت خطأ فقط في التسجيل، فيجب الانتباه إلى ذلك. لتلافي الخطأ البشري علينا نتبع قاعدتين. القاعدة الأولى هي تكرار القياس، نقيسه مرتين أو ثلاث مرات، وضع قواعد لطريقة القياس، نتبع هذه القواعد لطريقة القياس. يعني إذا استخدمنا مسطرة بنبدأ وين الصفر بنحطه في بداية القياس، إذا دائما في الحالات كلها نضع الصفر في بداية القياس. بنكون نحن أخذنا طريقة معينة لي أو قاعدة معينة للقياس. ننتقل لخطأ أداة القياس. عندما ندخل المختبر ونستخدم أي أداة من أدوات القياس يجب علينا أن نتأكد منها صحيحة، هل تعمل بشكل صحيح، هل تعمل بشكل جيد، ما هي تدريجاتها، كيف نقرأها، كل هذا يجب على الطالب أن ينتبه إليه. ماذا يترتب على الخطأ البشري في القياس؟ هل يؤثر الخطأ البشري على دقة القياس أم الضبط والدقة أم الضبط فقط؟ من خلال التجارب نلاحظ أن الخطأ البشري يؤثر على دقة القياسات، أما الخطأ في أداة القياس يؤثر على دقة وضبط القياسات. لذلك يجب الانتباه إلى أداة القياس التي نستخدمها. هلأ في خطأ ثالث، أن الخطأ البشري وخطأ أداة القياس، والخطأ الثالث اختلاف زاوية النظر. القراءة الظاهرة لقياس معين إذا تم النظر جانبيا، مثلا عرضنا هذه الشريحة عبارة عن مسطرة وقلم، كيف ننظر إلى رأس القلم لأخذ طول هذا القلم؟ هل ننظر إليه بهذا الشكل أم ننظر إليه رأسيا بهذا الشكل أم ننظر إليه بهذا الشكل؟ أي الطرق الثلاثة هي الصحيحة لقياس طول القلم؟ إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس طول القلم وتعطينا النتائج 100%. أما هذه الطريقة تعطينا القراءة هنا، هذه تعطينا القراءة زيادة في ذلك.
يجب الانتباه إلى زاوية النظر. عندنا تجربة أخرى، مثال آخر ومثال آخر، ونكون بهالطريقة هذا. يعني فرضا لو قلنا بدنا ننظر بهذا الشكل، إذن هاي طريقة، أو نظرنا بهذا الشكل كيف سنقرأ هنا، أو نظرنا بهذا الشكل، خطأ هذا نأخذ منه. فبتكون القراءات هاي قراءة وهذه قراءة وهذه قراءة، بتكون القراءات خاطئة. بهذه الطريقة بنكون انتهينا من هذا الدرس، وبتمنى تكونوا استفدتم منه.